الشهر على ألسنة الأصوليين الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. طبعا هذا إذا احنا بعد هواية من مؤونة أصول العامة احنا نخلص منها، لأنه احنا نطالبهم بالدليل على الحجية، بعد مو مطالبين بمناقشة أدلتهم. واضح؟ نقولهم ما هو دليلكم على الحجية؟ فإن لم يقيموا دليلا فالأصعدهم الحجية. مو يطالبوننا ما هو دليلكم على عدم الحجية، احنا ما نحتاج دليل إلى عدم الحجية. يعني موقفنا احنا يصير موقف شنو؟ موقف مطالبتهم بالدليل. ما يقدرون هم يطالبون بالدليل على عدم الحجية، لأن الأصل مو الحجة حتى يطالبوننا أن القياس ليس بحجة. ما هو الدليل؟ لماذا ليس بحجة؟ احنا نقول لهم إذا قالوا دليل حجة نقول ما هو الدليل على الحجية. هذا البحث هو مفيد حتى أنه يتنقح عندنا أصل كلي يمكن أن يكون مرجعا عند الشك، لأنه تارة يحصل لنا قطع بالحجية فهو حجة، تارة يحصل لنا قطع بعدم الحجية فهو ليس بحجة، وهو نشك في الحجية وعدمها، فماذا نفعل؟ وهذا معنى أن الأصولي في كل أن الفقيه في كل مسألة مسألة أصولية أو فقهية، التفتوا جيدا شنو أريد أقول، أن كل مسألة أصولية أو فقهية الفقيه أو الأصولي في الرتبة السابقة لابد أن ينقح أصله العملي ما هو عند الشك. أصله العملي براءة لو أصله العملي احتياط. ليش ينقح هذا لابد أولا؟ حتى إذا حصل على إمارة بإثبات التكليف عمل بها، حصل إمارة على عدم التكليف عمل بها، إذا شك في وجود التكليف وعدمه الأصل محرز بعد عنده، إما البراءة وإما الاحتياط. وهذا معنى قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه على العموم للفقيه وللأصولي لا بد أن يتنقح أصل عملي، فإن وجد دليل من القسم الأول ترك العمل به، وإن لم يجد دليلا من القسم الثاني، القسم الأول ماذا؟ عمل بالقسم الثاني.